السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي خلق الإنسان من تراب وفاوت بين الناس في الأخلاق والآداب كما فضل بعض الأزمنة على بعضها بحكمته سبحانه وتعالى ووفق من شاء لطاعته برحمته وهدايته
أحمده سبحانه وتعالى على كل حال، وأشكره سبحانه وتعالى على دوام الإنعام والإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد المتفرد بالجلال والكمال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إخوان المسلمين، أخوات المسلمات، لقد من الله علينا بمنن كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن من أعظمها شأنا وأجلها قدرا وأعلاها منزلة هو أن من الله علينا بالدين الإسلام. فأي نعمة فوق هذه النعمة أن الله سبحانه وتعالى قد اختارنا لنكون من خير الأمم، خير أمة أخرجت للناس، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا زالت نعمه علينا سبحانه وتعالى تترا واحدة بعد الأخرى. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيها المؤمنون، أيها المؤمنات، من نعم الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا مواسم للخير، مواسم خير وعطاء نستجلب فيها رحمته ومغفرته سبحانه وتعالى، ونتخفف فيها من أحمالنا من الذنوب والمعاصي وأثقالا من الأوزار التي قد أثقلت الكواهل، ونعود بعدها بإذن الله تعالى إن نحن أحسننا استغلالها نعود كأننا ليس لنا ذنب، صفرا من الذنوب كما وعدنا ربنا سبحانه وتعالى وعلمنا بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتلك أيها المؤمنون، أيها المؤمنات، واحدة من النعم العظيمة التي ما قدرها الكثير منا حق قدرها. ومن هذه النعم والمنن هو شهر رمضان، وخير ما في هذا الشهر هو العشر الأواخر التي نحن فيها، وخير ما في العشر الأواخر هي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فيا عباد الله، هناك ظاهرة مؤسفة يتألم لها المؤمن ويحترق لها قلبه حسرة أن تحدث في مثل هذه الأيام المباركة والليالي الشريفة، ولا يعرف لها سبب وتفسير إلا الغفلة التي قد اشتدت واستحكمت حتى أعمت صاحبها عن رؤية الشمس في وضح النهار. وهذه الظاهرة، أخواني المسلمين، أخوات المسلمات، قد غدت واضحة لا تخفى على أحد منا ممن له أدنى تأمل وملاحظة، حيث نرى جميعا أن الإقبال على العبادات والطاعات قد قل في العشر الأواخر من رمضان. وتأمل عدد المصلين في المسجد في الأيام الأولى من رمضان وعددهم الآن في الأيام الأخيرة من رمضان، يظهر لك الفرق الكبير. إنه قد يفهم المرء سببا لهذا النقص فيما لو حدث بعد انتهاء رمضان، ولكن تجد أن هذا النقص في المصلين يكون في العشر الأواخر من رمضان، حيث أنك لا تجد له تفسيرا. لكن المشكلة أن هذا النقص يحدث في الشهر نفسه كما قلنا في رمضان، ولا زال رمضان حيا جاريا، بل في أي وقت من رمضان، في أفضل أوقات رمضان، في ليالي رمضان العشر الأواخر التي فيها ليلة القدر.
يقول الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. في هذه الليالي التي كان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيره من الأيام والليالي، كما روت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقالت رضي الله عنها أيضا: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. كل ذلك تحريا لليلة القدر التي قال صلى الله عليه وسلم فيها: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن الحسرة والخسارة أن تمر علينا ليالي العشر وندرك هذه الليلة العظيمة دون أن يغفر لنا عياذا بالله من ذلك، وإنما يزيد الأسى والحزن أن تقضى أو تقضى هذه الليالي في التنقل بين الأسواق بحثا عن الملابس والثياب والأثاث أو غير ذلك، فتهجر المساجد وتعمر الأسواق. تهجر مساجد الله التي قال فيها صلى الله عليه وسلم أن أحب البلاد إلى الله مساجدها، والناس يعمرون الأماكن التي الأسواق التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: أبغض البلاد إلى الله أسواقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وخصوصا في هذه الليالي التي فيها أعظم ليلة في السنة وأفضلها، وفي الساعة التي ينزل فيها ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ليعطي السائلين ويغفر للمذنبين في الثلث الأخير من الليل، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حيث يبقى الثلث الليل الآخر، فيقول سبحانه وتعالى: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فلا إله إلا الله، كيف أن الشيطان قد انتصر على كثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فصرفهم عن مثل هذه الفرص العظيمة. إنه والله لم يكن الشيطان مع أولئك إلا هذا الموقف الذي حرمهم فيه من هذه الأجور العظيمة لكان ذلك غبنا لهم ومكسبا له للشيطان، فكيف وهو قد أوقعهم مع ذلك في كثير من المعاصي، ثم أيضا صرفهم عن الفرصة التي يمكنهم فيها طلب العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، عفوا شاملا لتلك الذنوب التي أوقعهم فيها. يحرمهم من قيام تلك الليلة، يحرمهم من قيام ليالي العشر الأواخر من رمضان، وخصوصا ليلة القدر. فالله أيها المؤمنون، لا تفوتكم هذه الفرصة العظيمة، فوالله لا يدري أحدنا هل سيدرك رمضان مرة أخرى أم سيكون ساعتها تحت التراب وفي عداد الموتى. اغتنم حياتك قبل مماتك يا أخي وأختي المسلمة. إن لهذه العشر الأواخر فضائل وخصائص تجعل المؤمن الحريص على آخرته ألا يفرط في دقائقها قبل ساعتها. فمن هذه الخصائص هو اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوق ما كان يجتهد في غيرها من الليالي والأيام، كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهده في غيره. وما أشرنا إليه كذلك من شد المئزر، حيث كان يجهز نفسه صلى الله عليه وسلم اجتهادا منه في طاعة ربه، فليكن هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. أيضا من خصائص هذا الشهر أن فيها ليلة القدر، وهذه الليلة لها خصائص، منها أنه أنزل الله سبحانه وتعالى فيها القرآن الكريم. يقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال جل من قائل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع 23 سنة على الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا قد وصفت هذه الليلة بأنها خير من ألف شهر،
يقول سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. وهذا كما قال أهل العلم أي أنها تقدر ب83 سنة من العمل والطاعة لله سبحانه وتعالى. وصف الله سبحانه وتعالى أيضا هذه الليلة بأنها ليلة مباركة، يقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة تتنزل فيها الملائكة والروح، وهو الروح هو جبريل عليه السلام، فتتنزل الملائكة في هذه الليلة بكثرة، والملائكة لا تنزل إلا مع نزول الرحمة والبركة. وقد وصف أيضا الله سبحانه وتعالى بأنها سلام، يعني سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو أن يعمل فيها أي أذى كما قال أهل العلم، وتكثر فيها السلامة من العقاب والعذاب لما يقوم به العبد من الطاعة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا من خصائصها قول الله سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة المقبلة، وما يكون فيها من الآجال والأرزاق، وما يكون فيها إلى آخرها، كل أمر محكم لا يبدل ولا يغير، وكل ذلك مما سبق في علم الله سبحانه وتعالى. ولكن يظهر للملائكة ما سيكون فيها ويأمرهم بفعل ما هو وظيفتهم، يقول صلى الله عليه وسلم أيضا كما قلنا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا من خصائص العشر الأواخر هو خصائص الاعتكاف فيها بزيادة الفضل على غيرها من أيام السنة، وقد اعتكفها الرسول صلى الله عليه وسلم كما روت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. هذه إخواني المسلمين أخواتي المسلمات بعض خصائص العشر الأواخر من رمضان. والسعيد السعيد هو من وفقه الله سبحانه وتعالى لطاعته وتقبل منه، والشقي الشقي في هذه الليالي من قام بمعصية الله سبحانه وتعالى أو لم يقم بالطاعات المفروضة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فيا إخوان المسلمين يا أخوات المسلمات، لا تفوتكم هذه الأيام المباركة والليالي المباركة إلا وقد استغليتموها أحسن الاستغلال بسائر العبادات والطاعات، فربما يكون هذا آخر رمضان لأحد منا، لا أحد يعلم إن كان سيعيش إلى غد أم لا. هذه العشر الأواخر أيام وليالي مباركة، لا تعلم يا أخي هل سيكون غدا لك أم لا. انظر كم من أناس في المستشفيات، كم من أمراض سواء كانوا كبارا أم صغارا. لدينا أخ شاب في قمة شبابه وصحته وقوته، ومن دون أي مقدمات يحصل له حادث سيارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يستطيع الآن حتى أن يتنفس لنفسه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشافيه وأن يغفر له. نسأل الله العظيم الذي خلق السماوات والأرض أن يشافيه وأن يعيده إلى أهله سالما غانما. اللهم شافه وشافي كل مريض يا رب العالمين. فاغتنموا الفرصة يا عباد الله، ولا تذهب منكم سدى، فإن لكم صحة اليوم، ولا يعلم بحالنا غدا إلا الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. All praise and thanks are due to Allah subhanahu wa ta'ala. We praise Him, we thank Him, we ask the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala, we seek His repentance. I bear witness that there is no God but Allah subhanahu wa ta'ala alone without any partners, and I bear witness that Muhammad is His servant and last messenger. May the peace and blessing of Allah